بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. المؤمنون في الأراضي المقدسة بفلسطين والأردن يشاركون بقداس افتتاح السينودوس. وزير السياحة والآثار يلتقي الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان الهنغاري. ينال عوابدة شماسا جديدا في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك. كنيسة القديس جورجوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضا إيجاز الرسالة في سينودوس الأساقفة، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على دعوة الرسول بولس إلى أن نسلك سبيل الروح في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية، وقال: حث القديس بولس المسيحيين على أن يسلكوا سبيل الروح القدس، والإيمان بيسوع يعني أن نتبعه وأن نسير وراءه على طريقه كما فعل التلاميذ الأوائل، ويعني في الوقت نفسه أن نتجنب الطريق المعاكس، أي طريق الأنانية والسعي وراء المصالح الشخصية والتي سماها الرسول شهوة الجسد. والذي يقود هذه المسيرة على طريق المسيح هو الروح، وهي مسيرة رائعة ولكنها أيضا متعبة، إذ تبدأ في المعمودية وتستمر مدى الحياة. هذه الدعوة ليست مجرد عمل فردي، بل تتم أيضا مع الجماعة كلها، وبناء الجماعة من خلال اتباع الطريق الذي أشار إليه الرسول هو أمر مثير للحماسة ولكنه ملزم. وأكد قداسته إن شهوات الجسد، أي الحسد والتحيز والنفاق والحقد، ما زالت حاضرة فينا، وقد تراودنا التجربة لنلجأ إلى تعاليم صارمة للحد من تلك الشهوات في غيرنا، ولكن ذلك لا يفيد، لأننا بذلك الفعل سنخرج عن طريق الحرية والمحبة كما قال القديس أغسطينوس، وبدلا من الصعود إلى القمة سنعود إلى الأسفل. لهذا يتطلب السير في طريق الروح إعطاء مساحة للنعمة والمحبة في المقام الأول. بعد افتتاح قداسة البابا فرانسيس للمرحلة الأولى من المسار السينودس السادس عشر والمرحلة السينودسية الأبرشية، وتلبية للنداء الذي وجهته بطريركية القدس للاتين، انطلقت المسيرة السينودسية في كل من القدس وعمان بحضور رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين وجموع غفيرة من رعايا الكنائس والمؤمنين. تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الروحية في التقرير التالي. شهدت الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في كل من القدس وعمان انطلاق المرحلة الأبرشية لسينودس الكنيسة، ففي دير رفات غرب مدينة القدس وبالتزامن مع الاحتفال بعيد مريم العذراء سيدة فلسطين، ترأس غبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتزابيلا قداس افتتاح السينودس بمشاركة رؤساء الكنائس الكاثوليكية وحضور العديد من الكهنة والرهبان والرهبان
الراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين من مختلف الكنائس والحجاج القادمين من داخل الأراضي المقدسة وخارجها. وفي عظة القداس قال غبطة البطريرك بيتسابيلا: نحن اليوم مجتمعون في هذا المزار المقدس في دير رفات في يوم الاحتفال بعيد أمنا مريم العذراء سيدة فلسطين، لنفتتح رسميا مسيرة السينودوس في الأبرشيات الكاثوليكية في الأرض المقدسة ضمن الإطار الأوسع للسينودوس العام للكنيسة الكاثوليكية. وأضاف غبطته: نذكر أن إحدى المراحل وأكثرها حيوية في الكنيسة كانت سينودس الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، والذي كان اختتامه في بيت لحم عام 2000 باشتراك كل الكنائس الكاثوليكية. فهذه الإفخارستية التي نحتفل بها اليوم لها أهمية تاريخية، ونحن نشعر بأنفسنا مثل التلاميذ المجتمعين في العلية مع العذراء سيدة العالم. Now, Pope Francis, we are gathered here because of the Virgin, first of all, and because also Pope Francis wanted a synod for all the Catholic Church all over the world. اجتمعنا أولا كرمال العذراء، واجتمعنا أيضا كرمال إرادة البابا فرانسيس اللي طلب سينودوس عام لكل الكنيسة في العالم. أن نتجمع هون اليوم يعني أن نتجمع مع العالم كله. ليش البابا طلب السينودوس؟ ليش أرينا هذا الإنجيل اليوم، إنجيل تلاميذ عماوس؟ قداسة البابا بشد على فكرة كثير قوية اللي هي كالتالي: ككنيسة نحن لسنا مدعوون أن نكون جالسون بل منطلقون. السينودوس يعني ككلمة أن نمشي معاً، السير معاً. ككنيسة حبينا نعمل عدة أشياء في هذا السينودوس، وأولها أن ننطلق. ككنيسة علينا أن نخرج وأن ننطلق. يمكن 20 سنة بعد السينودوس اللي سويناه عادنا وبطلنا نفكر إنه بدنا ننطلق. اليوم بجوز لازم نبلش نعمل إعادة تفكير كيف ممكن ننطلق من جديد، إيش اللي ربنا بده إياه منا اليوم. الشغلة الثانية إنه لازم ننطلق مع بعض كجماعة. الإيمان المسيحي هو مش فقط إيمان شخصي بل إيمان جماعي. فهذه اللحظة اللي احنا عايشينها لحظة كثير مميزة وحلوة حتى نعبر عن إيماننا الجماعي. في إنجيل أماوس ممكن نشوف كمان مسيرنا احنا الشخصي، ايش بدنا نعمل احنا. التلميذين تركوا أورشليم وكانوا خيبانين أمل، كانوا حزنانين وكانوا تعبانين، وحتى كانوا خيبانين أمل بيسوع، بلتوا ما يسوع في الطريق، وحتى إذا ما عرفوه قلبهم بلش يتغير، صار مختلف. فبالنهاية لما عرفوه في كسر الخبز مباشرة رجعوا على أورشليم عشان يعلنوا للرسل إنهم التقوا ما يسوع.
وفي الأردن ومن خلال قداس إلهي مهيب أقيم في عمان، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن المرحلة الأولى من الإعداد الأبرشي لسينودس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والذي يحمل عنوان من أجل كنيسة سينودسية شركة ومشاركة ورسالة، حيث ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداس الإلهي في كنيسة العذراء الناصرية في منطقة أصويفية في عمان، بمشاركة مطران الروم الملكيين الكاثوليك كير جوزيف جبارة والقائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن وعدد كبير من الآباء الكهنة والراهبات وممثلين من مختلف الجمعيات والمؤسسات الكنسية وأبناء الرعايا الذين قدموا من عدة كنائس للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العطرة. خبزنا وخمرنا من ثمار الأرض نقدمها لك قدسها يا وفي عظة القداس قال الأب خضر إننا نجتمع اليوم حول أمنا مريم وفي ظل حمايتها، معلنا في كلمته انطلاق السينودس في مرحلته التحضيرية الأولى استعدادا لسينودس الأساقفة الذي سيعقد عام 2023، وأوضح أن السينودس هو مبادرة فريدة من قداسة البابا فرانسيس ورغبة منه في أن تشارك الكنيسة بأسرها في السينودس العام، خاتما عظته بطلب الصلاة من الجميع والإصغاء لكلمة الله والإصغاء لبعضنا البعض وعدم الانغلاق على ذواتنا، بل علينا أن ننطلق إلى العالم وأن نقوم بالرسالة التي يتطلبها إيماننا في خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن. عنوان هذا السينودس هو من أجل كنيسة سينودسية شركة ومشاركة ورسالة. كلنا نعلم ما معنى كلمة سينودوس، معناها أن نسير معا، السير معا، هذا هو طابع الكنيسة من أجل أن نبني شركة فيما بيننا ونشترك مشاركة في حياة الكنيسة وأن نفكر معا في رسالة هذه الكنيسة. المطلوب منا جميعا أن نبدأ بالتفكير معا، رهبان، راهبات، كهنة أيضا، القريبون والبعيدون، لنلتقي لنفكر معا، لنصلي معا، ولنجتمع في ضوء كلمة الله حول مشاركتنا في الكنيسة. الكنيسة كما قلت ليست الكهنة والأساقفة فقط، بل جميع المؤمنين، وقداسة البابا يطلب منا أن نصغي إلى صوت المؤمنين. دور كهنة الرعاية هو تنشيط المؤمنين والإصغاء إليهم حول دورهم في الكنيسة، ما يسعون إليه، ما يعانون منه، ما يحلمون به، كيف نكون في كنيسة شركة معا، كيف نعبر عن هذه الشركة بطريقة فعالة داخل الكنيسة ليشعر الجميع ويعيش الجميع كعضو فاعل في الكنيسة. هذا ما نصب إليه، أن يشعر الجميع كل في مكانه، كل بحسب المواهب التي منحه إياها الروح القدس، كل في بحسب مسؤولياته أن يكون عضوا فاعلا في الكنيسة. وبعد القداس الإلهي توجه الجميع إلى باحة الكنيسة في لقاء ودي وأخوي لتبادل السلام والتعبير عن المحبة بين الجميع. تم في كاتدرائية القديس جوارجس أم السماق بعمان رسامة الشماس ينال عوابده شماسا إنجيليا، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران جوزيف جبارة بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية ومدنية. المزيد في هذا التقرير.
يخص شهر عبد الله ينال باسم الآب والابن والروح القدوس آمين. ببركة سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، تم في كاتدرائية القديس جورجيوس أم الصماق بعمان رسامة الشماس ينال فايز عوابدة شماسا إنجيليا، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران جبارة بحضور المونسنيور جمال خضر النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في عمان وعدد من الأباء الكهنة وشخصيات دينية وجمع من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه. وأكد المطران جوزيف جبارة في عظته وجوب أن يضع الخادم آية اليوم نصب عينيه ليعيش اتحادا كاملا مع السيد المسيح، داعيا الشماس عوابدة لتقديم الاحترام والطاعة والارتباط الوثيق بالكنيسة، وأن يختم الأسرار المقدسة بأمانة وإخلاص. واستشهد سيادته بكلام السيد المسيح حين قال: من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. ومن هنا ينبغي على الإنسان لأن يكون شماسا أن يخدم الكنيسة والرعية وأن يضع كلام الرب بين عينيه. بده يكون باتحاد مع الرعية اللي بده يخدمها، بده يكون باتحاد مع المؤمنين، بده يكون باتحاد مع كافة الأنشطة الموجودة في الرعية، الكشافة، الشبيبة، الأولاد، الأخوية، البراعم، بده يكون معهم، وإلا ما بيقدر لا الشماس ولا الكاهن ولا الأسقف إنه يكون لحاله. من ليس معي فهو علي. تصوروا بدل ما يكون مع السيد المسيح يصبح ضد السيد المسيح، وهذا الخوف، الخوف بحياتنا نحن المكرسين كهني وأساقفي وشمامسي، أنه نصبح ضد السيد المسيح لأنه نبتعد عنه. إذن من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. العنصر الأساسي بخدمتنا هي الجمع، وكل أحد الجماعة تجتمع، الجماعة تجتمع لتسمع كلمة الله، تجتمع لتحتفل بالفخرستية، تجتمع لتسمع الإنجيل المقدس. من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. هيدي الخطورة، خطورة وحيدة بحياتنا نحن المكرسين أساقفي وكهني وشمامسي، إنه أولا ما نكون مع السيد المسيح، وثانيا ما نكون عم نجمع، نكون عم نفرق. ثم انتقل سيادته في عظته إلى موضوع التلمذة، مشيرا إلى أنه لا يكفي للشماس أن يتتلمذ فقط بالكنيسة، بل يجب عليه أن يتتلمذ أيضا مع السيد المسيح، كما أن التلميذ يتعين عليه الجلوس عند قدمي المعلم. لذلك فإن المعية للشماس الإنجيلي هي ضرورية، موضحا بأن الشماس عليه أن يبقى على الدوام مع الأسقف ومع الكهنة ومع الرعية التي يختمها. كيرياليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيرياليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا أشعيا ارقص طربا، لأن العذراء قد حملت في أحزان.
أحشائها وولدت ابنا هو إمانوئيل تشفعوا إلى رب أن يرحم نفوسنا المجد لك أيها المسيح الإله فخر الرسل وبهجة الشهداء الذين كرزوا بالثالوث الواحد في وبهذه المناسبة يتقدم مكتب نورسات وفريق العمل بالدعاء إلى العلي القدير أن يتمم دعوة أخيهم الروحي وصديقهم الشماس ينال ويسدد على طريق البر والقداسة دعوته. التقى وزير السياحة والآثار نايف الفايز في مقر الوزارة الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان الهنغاري الأب بنديكت ومعاونه، وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات بحث سبل التعاون في زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة من هنغاريا بقصد السياحة الدينية، حيث أكد الفايز على أن الأردن هو أرض القداسة، ومنه انطلقت المسيحية من موقع المختص الذي تعمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، مشيرا إلى أن الأردن يعد من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم، وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضاري وقيم التسامح والعيش المشترك. ولفت وزير السياحة إلى أن مواقع الحج المسيحي في الأردن هي المختص وجبل نيبو وكنيسة مار الياس وكنيسة سيدة الجبل ومكاور، إضافة إلى المواقع الأثرية الأخرى كأم الرصاص وكهف السيد المسيح، تعتبر مواقع هامة للحجاج المسيحيين ووجهة دينية وسياحية لهم في المنطقة. من جهته قال الأب بنديكت بأن هذه الزيارة هي الثانية إلى الأردن، وقد زار من قبل العديد من مواقع الحج المسيحي بالمملكة، وعاش خلال هذه الزيارات تجربة روحانية في أعلى مستوياتها، وذكر بأنه سيقوم والوفد المرافق بإرسال توصياتهم لجميع شركائهم من منظمي رحلات الحج الذين هم على تواصل معهم لتكثيف البرامج السياحية إلى المملكة، لافتا إلى أن الأردن دائما يوفر الأمن والأمان والطمأنينة لزائريه. بحضور الأب جوزيف السويد راعي كنيسة القديس شربل المارونية بعمان، أحيت شبيبة الرسل اللاتين الشمالي في مدينة الزرقاء اللقاء السنوي لهذا العام بعنوان يسوع فرحي، بمشاركة من شبيبات المملكة التي تتبع الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. أحيت شبيبة الرسل للاتين الشمالي في مدينة الزرقاء اللقاء السنوي 17 يسوع فرحي، والذي حمل هذا العام عنوان وتكون لتلاميذ، بمشاركة من شبيبات المملكة المنتشرة في الرعاية لفئتي الجامعية والعاملة والتي تتبع الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، فيما كان الأب جوزيف السويد راعي كنيسة القديس شربر المارونية في عمان ضيفا على هذا اللقاء. بدأ اللقاء بالسلام الملكي الذي عزفته مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في ساحة الدير، قبل أن يتوجه الحضور للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب إياد بدر، بمشاركة الأب سويد والأب وجدي سهاونة الكاهن المساعد ولفيف من الكهنة، وبحضور الراهبات من مختلف الإرساليات وأعضاء من الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، وحشد من أبناء الرعية والمدعوين، وأحيت تراتيله جوقة الرعية
وقبل بداية القداس رحب الأب بدر بالكاهن الضيف مقدما له الشكر على تلبيته الدعوة ليكون راعيا للقاء العام، كما وقدم الشكر للآباء الكهنة المشاركين والأخوات الراهبات وللشبيبة القادمين من مختلف رعايا المملكة. بعد أن قطعنا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، نعود هذه السنة لنحتفل مع جميع شبيبات المملكة الجامعية والعاملة بيسوع فرحي 17، وتكونوا لي شهود. طبعا مسيح بطلب منا نكون شهود كل مكان نتواجد فيه، شهود في مكان عملنا، مكان دراستنا، شهود داخل عائلتنا مع أهلنا، شهود في الرعية، وشهود في المجتمع، وشهود ننتمي للوطن وللرعية وللعائلة، وننتمي للمسيح بأن نكون خميرة ونور وملح في العالم. وكل عام وأنتم بألف خير وسلام، وإن شاء الله يعم على العالم جميع، العالم أجمع السلام وراحة البال والصحة والعافية والطمأنينة، بأن يرفع الله عنا هذا الوباء، وأن يرفع أيضا كل الاضطرابات والمشاكل السياسية في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في البلاد التي تحيط الأردن الغالي، وأن يحمي الله الأردن الغالي ويبقى كما هو، واحد أمان وسلام واستقرار بقيادة الهاشمية. وكل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لقناة النور سات الأردن. أكيد بدي أقول شكرا لأبونا أياد ولدعوته، شكرا للأباء المعاونين، شكرا لهالتجمع اللي شعرت من خلال القداس وهاللقاء أنه أنا ببيتي. وأكيد تحية لمؤسس يسوع فرحي بلبنان ولروحه الطيبة، كان زميل الدراسة وأكيد رفيق المشوار أبونا توفيق أو مونسينيور توفيق أبو هدير. بدي حيي من خلال كل هالتجمع هالناس الطيبة، بدي حيي كل الأشخاص اللي عن جد أخذوا قرار بحياتهم أن يكونوا رسل، أن يكونوا حاملين بشارة، حاملين شعلة بقلبهم، وهالشعلة بعدها مضطرمة وبعدها رغبة قلبهم هي دايما أنه يلتقوا بيسوع المسيح وينقلوا فرح يسوع المسيح على كل العالم. تجمع يسوع فرحي اللي هو 17 سنة منه تجمع هيك صغير، هو كان رغبة عند الله أنه يجمع الشباب. يا فتيان هل عندكم شيء يؤكل؟ هذا اللي كان على قلبي أنه وصلوا لشبيبة اليوم. يا فتيان، أنتوا فتيان الألفية الثالثة، عندكم شيء بيتاكل؟ أنا بدي أقول لهم لهالفتيان نعم، قداسة البابا وكل الباباوات اللي سبقوه والكنيسة إن كان بالأردن أو بالعالم عندها نشوة كبيرة هي إنها تشوفهم بهذا الفرح، عم ببثوا الفرح وعيونهم عم بتضوي عم بتشع. أنا اللي شفته من خلال هال 250 أو 300 شاب وصبية اللي اجتمعوا اليوم، أكيد مع الحجر الصحي اللي كان ممكن يكون أكثر العدد ولكن كان مطلوب إنه يكون عدد صغير، هذا الشيء بيعطيني نشوة روحية تقول إنه نعم عمل يسوع يستمر ويستمر، ورح يكون بالأيام الجاية بالرغم من الوباء رح يكون عاصفة مش بس بالأردن، عاصفة بالعالم. أنا بدي أشكركم نورسات الأردن لأنكم روح الله وعم بتبثوا فرح يسوع المسيح إلى كل الأقطار. شكرا للرعية الرائعة مع رعيها اللي عم بيكونوا شهود أحياء بهالألفية الثالثة، نحن رسل الألفية الثالثة. وأنا بدي أشكر كل الأشخاص اللي ائتمنوني على هاللقاء تكون عم بحط فرح يسوع بقلبهم. الله يبارككم، اذكروني بصلاتكم. وتضمن لقاء يسوع فرحي لهذا العام عدة نشاطات، كان أهمها المحاضرة التي ألقاها الأب سويد والتي حملت عنوان هذا اللقاء وتكون لتلاميذ، فيما قدمت شبيبة الرسل في قاعة الأب ماريو فورلان دبكات ومسرحيات وأغاني وطنية. وقبل ختام اليوم الاحتفالي قدمت شبيبة الرسل الشكر لضيوف اللقاء ولكل من شارك وساهم في إنجاحه، معلنين عن لقاء يسوع فرح 18 في العام القادم. ضمن حلقات كنيستي التي نقدمها لكم عبر شاشتنا، توجهت نورسات إلى جنوب المملكة وزارت كنيسة القديس جورجوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك،
حيث بنيت هذه الكنيسة عام 1905 كبيت ضيافة لأهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين. التقرير التالي يسلط الضوء على الكنيسة والمنطقة. محافظة الكرك في جنوب الأردن تزخر بالعراقة والأصالة وتاريخها البهي، تحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي تخدم أبناء المنطقة فيها. نصل لكم اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لقرية حمود التابعة للمحافظة والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومترا، لنسلط الضوء على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. تعتبر من الكنائس الأثرية المميزة والتي بنيت مباشرة بعد العهد العثماني عام 1905. تبلغ مساحتها ما يقارب 17 مترا مربعا، تحوي على جرن قديم للمعمودية مصنوع من النحاس، بالإضافة لأيقونات مميزة وبهية تعود لعام 1998. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل. ومع مرور السنوات على تلك الكنيسة الصغيرة، أحب أهالي منطقة حمود أن يبنوا كنيسة أكبر لتتسع للمصلين ولتخدم احتياجات أبناء الرعية. وفي عام 1985 بنيت الكنيسة بسواعد أبناء البلدة في عهد جلالة المخفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيودوروس الأول. يبلغ طولها ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا بارتفاع 5 أمتار، مميزة بالأيقونوستاس المصنوع من خشب البلوط ويحمل أيقونات نادرة وأثرية. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي حدثنا قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي عن الكنيسة وتاريخها وخدمتها لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المنطقة فقال: إحنا هلا في بلدة حمود في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. هي كنيسة أثرية انبنت في عام 1905 على شكل مضافة نتيجة الحكم العثماني في هذه الفترة. هاي الكنيسة بناها أهل البلدة حمود التابعين للكنيسة نتيجة الاضطهاد اللي كانوا يعانوا منه من الحكم العثماني، بنوا الكنيسة على شكل مضافة، وهذا منلاحظه عن طريق بناء الباب الرئيسي موجود فيها على من الجهة الشمالية. الكنيسة تحوي أيقونات قديمة كثير وفيها جرن معمودية، بالإضافة في عنا كمان غير هاي الكنيسة في عنا كنيسة جديدة انبنت في عام 1985. أرض الكنيسة تبرعوا فيها أهل بلدة حمود نفسهم نتيجة شعورهم بمحبة الكنيسة ومحبة الله، ولازم يمارسوا أسرارهم وطقوسهم الدينية كما يجب. خدم في هاي الكنيسة من أبناء بلدة حمود في من بعض الكهنة أبونا سلامة وأبونا سلمان الشرايحة وأبونا خليل وأبونا سابا الظواهر،
وكمان في عنا أبونا عيسى عجيلات خدموا في هاي الكنيسة، والآن أنا بقوم في خدمة أبناء الرعية في هاي البلدة. ببلغ عدد أبناء الرعية في بلدة حمود 38 عائلة أرثوذكسية موجودين في بلدة حمود. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. بالإضافة للقداس الإلهي في عنا الاحتفالات، عيد في الأعياد، أعياد القديس جورجيوس، أعياد اللي إحنا بنقوم في عيد الفصح، عيد أحد الشعلين، هذا دائما موجود في الكنيسة. في عنا الكنيسة القديمة موجود فيها الأواني القديمة اللي كانوا يخدموا فيها الأباء القديما، وفي عنا الأواني الموجودة فيها الكنيسة طبعا شروها أبناء الكنيسة من اليونان، وبيبعثوا دائما أيقونات، بيبعثوا بخور، بيبعثوا أواني مقدسة لكنيسة بلدتهم. جمال بيتك يا رب فيه راحة لكل من التجأ إليه، وفيه سكينة لكل من حط بأقدامه أرضها المباركة. فاحفظ يا رب بيعتك من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة الغروب، وذلك في كنيسة القديس جورجوس في صافوت، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبحضور جمع من أبناء الرعية. وفي ختام الخدمة سلم سيادته قدس الأيكونوموس بطرس جنحو مهامه الجديدة في رعية صافوت، وشاكرا بذات الوقت الأيكونوموس ألكساندروس مخامره على خدمته السابقة لأبناء المنطقة، متمنيا للجميع التوفيق والبركة في مهامهما الرعائية الجديدة. رعت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين حفل العشاء السنوي الأول لانطلاق مجموعة كشافة ومرشدات السلط. حضر الحفل الذي أقيم في بلدة الفحيص كاهن الرعية الأب رياض حجازين والراهبات، والقائد العام للمجموعة ميشيل فشحو، وعدد من ضيوف الشرف والحضور الكرام. وقام بإحياء الحفل الفنان زياد صالح والفنان سائد حتر. هذا وأعلنت الدكتورة السمعان عن موافقتها أن تكون الرئيسة الفخرية للمجموعة، ومن جهتها عربت كشافة ومرشدات السلط عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة السمعان على دعمها السخي لها ولكل من ساهم بدعم المجموعة. أحيت مختلف الطوائف المسيحية في العراق الذكرى 11 للجريمة النكراء والمجزرة الأليمة التي وقعت في كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد، والتي أودت بحياة نحو 60 عراقياً وسقوط عشرات الجرحى خلال هجوم نفذه إرهابيون على الكنيسة. وقام المواطنون بإشعال شموع وإلقاء كلمات يستذكرون فيها الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في ذلك الهجوم. وقد فتحت الكنيسة أبوابها أمام الزائرين لمشاهدة صور الضحايا والاطلاع على قصصهم التي تم توثيقها. كذلك شارك ناجون من الهجوم الإرهابي في تجمع أقيم في الكنيسة الحزينة. وكان قداسة البابا فرانسيس قد أحيا قداسا في سيدة النجاة خلال زيارته الرعوية إلى العراق في 5 آذار الماضي، وقال في عظته: أحمد الله أنه مكننا من اللقاء في هذه الكنيسة التي سالت فيها دماء إخوة وأخوات لنا. قام الأب فوساريلي الرئيس العام الجديد لرهبنة الإخوة الأصاغر بالدخول الرسمي إلى مدينة بيت لحم، حاملاً معه شعلة الإيمان للقديس فرانسيس الأسيزي وبشائر الأمل والرجاء في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في احتفال رسمي وحافل استقبلت مدينة بيت لحم وعلى أنغام فرقة كشافة تيرسانتا وكشافة مار يوسف قدس الأب ماسيمو فوزاريلي الرئيس العام في العالم لرهبنة الإخوة الأصاغر لفرانسيسكان.
بحضور الكهنة والرهبان والراهبات ومحافظ المدينة اللواء كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان وعدد كبير من السلطات الدينية والمدنية وطلاب مدرسة ترسنطا ومدرسة مار يوسف والهيئة التدريسية وعدد كبير من المؤمنين. وعند وصول الأب فوزاريلي بلاط كنيسة المهد كان باستقباله حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد من الكهنة من مختلف الرعاية عند الدخول الرسمي لكنيسة سانتا كاترينا حيث أقيمت الصلاة وسط حضور حافل ومميز. صلاة وإضاءة الشموع وترتيل استكملت بمسيرة للذهاب إلى مغارة الميلاد حيث تلي قراءة من الإنجيل المقدس وسط لحظات من الخشوع المؤثرة والتمجيد لقدسية المغارة مغارة الميلاد. ومن ثم توجه الجميع إلى مغارة قتل الأطفال لاستكمال الصلاة هناك بأجواء من الخشوع برفقة الرهبان الفرنسيسكان. وإحنا كرهبان فرنسيسكان حراس للأرض المقدسة شيء كتير بيسعدنا زيارة الرئيس العام لينا لأنها هو الأخ الأكبر والخادم العام لينا جميعا، فوجوده في وسطنا بركة كبيرة، وهو جاي يطمن على إخوة الرهبان وجاي كمان يزور الأرض المقدسة وكمان ياخد بركة هذه الأرض المقدسة. وعادت المسيرة أدراجها على مذابح كنيسة سانتا كاترينا لأخذ البركة النهائية بأصوات وترتيل صدحت بالكنيسة من قبل الكهنة. من جهته عبر الأب فوزاريلي من خلال كلمته عن فرحته بوجوده في هذا المكان المقدس وحفاوة الاستقبال ولوجود الأطفال والمؤمنين في بيت لحم، فهذه الأرض مقدسة، وقال بأن مدينة بيت لحم برغم ما مر عليها من ظروف صعبة إلا أنها تبقى بفعل الصلاة والإيمان مدينة السلام والمحبة. للنورسات مارلين الحدوى من مهد المسيح له المجد بيت لحم. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الدكتور إرحيل الغرايبة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تركز الحوار حول تقرير المركز السنوي لعام 2020. وقد أشار الدكتور غرايبة خلال اللقاء إلى محاور رئيسة تضمنها التقرير وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المزيد في هذا الحوار. المؤشر الأول كان فيما يتعلق بالحق الصحي أو الحقوق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة. نعم. فيما يتعلق بكورونا أنا برأيي كانت النجاح فيها جيد، أما أين كان التأثير على المرضى الآخرون مرضى الآخرين؟ نعم. لأنه جذب انتباه الحكومة ووزارة الصحة هذا المرض والتعامل معه. نعم صحيح. على حساب الأمراض الأخرى اللي كانت الأخرى. نعم. المستشفى المزمنة. نعم. نعم. ولذلك هؤلاء إحنا اللي أشرنا الحكومة فيما يخصه منه. الأصل الحقيقة أنه يكون في جهاز مختص بهذه المسألة يتولى الرعاية، لكن لا تنشغل وزارة الصحة والحكومة بها على وجه التحديد لوحدها. أما المجال الثاني فيما يتعلق بالتربية والتعليم. نعم. أعتقد أنه هذا كان تحدي ضخم وكبير جدا. يمكن الأردن والعالم كله توجه نحو التعليم عن بعد. نعم. إحنا حقيقة تفاجأنا بقدرة التهيئة أبنائنا في مختلف المناطق لكيفية التعامل بالتعليم عن بعد، لأنه وجدنا شرائح كثيرة. نعم. في القرى والمناطق النائية ليسوا مهيئين للتعليم عن بعد. نعم، نعم، نعم. كثير من العائلات وكثير من الطلاب ليس عندهم أجهزة ذكية. نعم. ليس عندهم لابتوبات، بل نعم. العائلة لا تستطيع أن توفر لكل ابن من أبنائها هذا الجهاز حتى يتلقى تعليمه. أنا برأيي كان في هنا يعني نقطة في غاية أنا برأيي الخطورة ويجب الانتباه إليها، لأنه حدث فجوة تعليمية في هذين العامين. نعم. وعلى الحكومة والوزارة أن يكون همها الشاغل كيفية ردم هذه الفجوة التي حدثت خلال
هذا العام السابق وهذا العام. نعم، مكتب فضائية نورسات الأردن الفنان القدير جميل عواد الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد معاناة مع المرض. وقالت الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين إن رحيل الفنان عواد يعد خسارة كبيرة للوطن وخسارة للفن الأردني والعربي الذي كان جميل أحد رموزه، مشيرة إلى أن الراحل حظي بمكانة كبيرة في الفن من خلال أعماله الدرامية التي جسد فيها قيم الشجاعة والكبرياء والفروسية. كما تتقدم الدكتورة السمعان بتعازيها الحارة لزوجة المرحوم الفنانة جولييت عواد وأهله وزملائه ومحبيه، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وكان المرحوم جميل عواد عضوا بنقابة الفنانين الأردنيين وقد شارك في مهرجانات محلية وعربية وعالمية، كما قدم برامج تلفزيونية وأعمال مسرحية تزيد عن 66 عملا، ونال خلال مسيرته الفنية العديد من الجوائز التقديرية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان إيجاز الرسالة في سينودس الأساقفة، وقد أغنى الحلقة ضيف الاستوديو الأب جمال خضر النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن الذي تحدث عن السينودس ومعناه وعن عيد القديسين والصلاة من أجل الموتى، لافتا إلى بعض المعتقدات الشعبية الدخيلة على مجتمعنا الأردني. كما ذكر الأب خضر بدعوة قداسة البابا فرانسيس للأساقفة بضرورة الإصغاء إلى الناس وتبادل الأفكار معهم، فيما تلقى البرنامج اتصالا هاتفيا من الدكتور جلال فخوري دعا خلاله إلى وحدة الكنيسة وتعزيز علاقتها بالمؤمنين. فإلى هناك، دعا قداسة البابا للصلاة ومن أجل التحضير لسنة السينودوس اللي راح تكون ب 2023. والسينودوس يعني دائما بنسمع سينودوس الأساقفة، سينودوس الكنيسة الكاثوليكية، موضوع السينودوس ومعنى السينودوس ولماذا الآن؟ السينودوس اللي في الكنيسة الكاثوليكية واللي بدأ بطريقة منتظمة بعد المجمع الفاتيكاني الثاني هو اجتماع للأساقفة من كل أنحاء العالم للتباحث حول أمر معين، موضوع معين يخص الكنيسة. موضوع العائلة احتل مثلا حيز مهم في السينودوس. قداسة البابا فرانسيس أجا بفكرة جديدة، بدل ما أنه الأساقفة يجتمعوا في روما كمفروض في 2022، قال معنى السينودوس هو أن نسير معا، وهذا لا يخص فقط الأساقفة، يخص كل الكنيسة. فلنبدأ بطريقة عكسية، أن نصغي للمؤمنين، المؤمنين يجتمعوا معا، يصلوا معا، يصغوا لبعضهم البعض، وهذه الأفكار تنتقل إلى الأساقفة. ونوضع برنامج. البرنامج بدأ من بداية الشهر 9 تشرين الأول لما قداسة البابا أعلن بداية السينودوس المرحلة الأولى، وإحنا يوم السبت وبالاتحاد مع كنيسة القدس كلها اللي كانوا مجتمعين في القدس وإحنا في عمان بدأنا هذا السينودوس من يوم السبت حتى نبدأ من المؤمنين، من الرعاية، من جميع المؤمنين أن نجتمع مع النصغي حتى شهر نيسان القادم. وهنالك فكرة جدية بتمديدها لأنه الفترة قصيرة حتى شهر آب السنة القادمة مشان يكون عندنا وقت كافي اللي فيه نلتقي مع بعض، ومن ثم يتم تجميع كل هذه الأفكار اللي في الأبرشية في بلادنا، وثم تنتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى عندنا تخص جميع الكنائس الكاثوليكية، وكان القرار من اتحاد رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة أن يتم ما بين كل الكنائس مع بعض. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تسمى المرحلة القارات، كل قارة تجمع، ولكن بالنسبة لنا سيكون البطاركة الكاثوليك في الشرق. فتجتمع كل هذه التقارير ثم يتم دراستها والتباحث فيها وإلى آخره حتى شهر تشرين ثاني من عام 2022 حتى تنتقل إلى روما. وهنالك لجنة خاصة في روما تجمع كل هذه التقارير تحضيرا للسينودوس الأساقفة في 2023. فهيك سينودوس الأساقفة بيستلموا كل رأي الشعب، لأنه كثير مرات إحنا نحكي مش بس مع الشعب، نحكي عن الشعب. القداسة البابا بيدعونا إلى أن نصغي للشعب.
نعم. احنا عاده الشعب صغيرنا. يعني هذا المعروف. نعم. هذا المعروف انه نحن بنصغيكم. نعم. البابا بيدعونا للعكس انه احنا نصغي للشعب. نعم. ولما بقول للشعب المؤمن بعني بكل فئاته بدون استثناء. سيدي الكنيسة الكاثوليكية تقوم على محورين. حلو. نعم. معك. عم نسمعك دكتور. تفضل. الكنيسة الكاثوليكية تقوم على محورين مادي وروحي. المادي يتعلق في السياسات الدولية وما يدور في الكون. والسياسة الروحية هي حول وحدة الكنيسة وما يجب أن يفعله العلمانيين في مساندة السلك الكهنوتي في الدعوة إلى الوحدة. هلا الجزء بدي أناقش الجزء الأول، الجزء الثاني تاركه للسلك الكهنوتي وللفاتيكان وهو هو يعالج هذا الموضوع. نعم. فيما يتعلق ب نظرة الناس إلى الكنيسة، ماذا يأملون من الكنيسة أن تقوم في ظل عالم مضطرب، عالم منهك فكريا وفقر وأمراض، وعالم باختصار عالم يتردى. ماذا تفعل الكنيسة في معالجة ولو على الأقل أن تريح الناس فكريا أن الكنيسة لا تتركهم وأنها هي معهم؟ كيف تقنعون الناس بالالتفاف حول الكنيسة؟ يعني موضوع الإقناع هذا مهم جدا، تقنع الكنيسة أنها هي أرادت أو تريد هذا الفكر الجديد وهذا الطرح الجديد. حلو. تفضل أبونا. الكنيسة لها وجهين. نعم. ومرتبطات مع بعض. نعم. الوجه المؤسساتي اللي يسمى. نعم. مادي. نعم. كمؤسسة، والوجه الروحي اللي موجود للكنيسة كاستمرار لعمل خلاص المسيح في هذا العالم. نعم. التركيز كان على الوجه الأول اللي لا ينفصل عن الوجه الثاني، وهي أن تقوم الكنيسة بإعلان الإنجيل. بوضح، هنالك مبادئ في الإنجيل يجب أن لا نتنازل عنها وأن نحافظ على نقائها وصفائها. مثلا كرامة الإنسان. نعم. إحنا بنعرف اليوم مع العالم اللي حكينا على مضطرب على متهلك، صحيح بمعنى خاصة تفضيل الربح المادي على الإنسان وحقوق الإنسان، كثير مرات منضحي بالإنسان من أجل الربح المادي. هذا العالم اللي موجود، كيف ممكن أن نذكر العالم وتكون رسالة الكنيسة بأولوية الإنسان؟ نعم. وخاصة على مثال السيد المسيح، أولوية المحتاج. حلو. المسيح ما بين كل الناس كان يروح عند الإنسان الفقير أو الإنسان. نعم. المريض، مشان كان يعطي أولوية. اللي بتقوم فيه الكنيسة أن تحافظ على هذا الصوت النقي. بعطي مثال، لما بنحكي عن العولمة، العولمة هي هيمنة رأس المال عمليا إذا بدك في الاقتصاد والدول الكبرى والدول الغنية على العالم، بينما الكنيسة تسعى دائما، وقداسة البابا تذكرنا ب عولمة الرحمة، عولمة التضامن، وليس عولمة المادة والتجارة وإلى آخره. وهذا يتم تطبيقه بشكل عملي من خلال الكنيسة ومؤسسات الكنيسة. بجوز نعرفش كثير عن اللي بتقوم فيه الكنيسة، ولكن من خلال أذرعها الكثيرة، الرهبانيات، الأبرشيات اللي في العالم، اللي بتهتم بموضوع الفقر، بموضوع الصحة. وبتذكر دائما أنه التطعيم مش للدول الغنية، تطعيم ضد الكورونا هو حق لكل إنسان. فعلى سبيل المثال. نعم. فهذا الصوت اللي يصغى إليه من البعض الحقيقة، ولكن في طغيان للرأس المال، بمعنى طغيان للرغبة في الربح المادي. فبعطي مثل آخر، شركات الأدوية. نعم. صنعت أدوية للأيدز للمساعدة، وتكلفتها عالية جدا. هذه الشركات من أجل المحافظة على الربح رفضت أن تقوم الدول الإفريقية التي تعاني من مرض الإيدز بتصنيع هذه الأدوية محليا. نعم. كان لازم يشتروها بسعرها الغالي جدا اللي لا يقدر عليها. تقدر على يقدر عليها الإنسان. شعب. فبالنسبة للشركات يموت الإنسان ولا يشتري الأدوية ولا يخسر. نعم. هنا دور الكنيسة، وهنا الكنيسة بتعمل كثير، أولا من خلال قداسة البابا ومن خلال الكنيسة الأساقفة، ولكن هناك مجموعات كبيرة من المؤمنين
يستلهمون تعليم الكنيسة الاجتماعي وفي ممارساتهم اليومية وخاصة في التزامهم السياسي. لما بنقول أحزاب مسيحية، لا هي مش مسيحية أكيد 100% في أوروبا، ولكن في منها اللي تستلهم تعليم الكنيسة الاجتماعي لتحقيق عدالة ما بين الناس. هنالك بين قوسين حرب ما بين هذا الصوت، صوت النبوي للكنيسة وعمل الكنيسة، وما بين هذا العالم الذي يسعى إلى الربح المادي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المؤمنون في الأراضي المقدسة بفلسطين والأردن يشاركون بقداس افتتاح السينودوس. الدكتورة باسمة السمعان رئيسة فخرية لمجموعة كشافة ومرشدات الصلت. شبيبة الرسل اللاتين الشمالي في الزرقاء تحيي لقاء يسوع فرحي. مكتب الأرسات الأردن ينعى الفنان الأردني جميل عواد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.